معاكي مرة تانية سيدتي على الهوى. والحقيقة جينا لفقرة مهمة جدا، وتحديدا فقرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع بيشغل بال الكتير وبنسمع عنه وبنقرأ عنه كتير جدا، وهو تجميل الأنف. سيدنا طبعا يكون معانا في الاستوديو كبير جراحي التجميل دكتور منير ويليام. اهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت وسلام. اهلا وسهلا دكتور منير. الأنف الحقيقة الأنف دي النهاردة يعني بعد الثورة في عالم جراحة التجميل أصبح فكرة عملية التجميل للأنف بتيجي في دماغ البنت اللي عندها 12-13 سنة. البنت والولد، يعني احنا هنتكلم بقى على انه البنت النهاردة وبيختاروا بقى، عايزين الروماني، عايزين المرفوعة، عايزين الجاية، يعني كليوباترا. الحقيقة كلام كتير قوي. قبل ما نتكلم بقى ايه القصة دي، عايزين نعرف المناخير دي ايه قصتها بالظبط، يعني هي عظمة ولا جلد ولا ايه بالظبط؟ وفي البداية الأنف دي الحقيقة جزء غريب في جسم الإنسان وعجيب ومنظر جمالي جميل جدا. عشان أذكر أقول إن زمان كانوا في آسيا بيقطعوا جزء من الأنف كشيء من العقاب، وفي نفس الوقت أول ناس ابتدوا يشتغلوا على الأنف كانوا الهنود. لكن لو جينا نتكلم عن الأنف سيادتك بتسألي بما يتركب، فإحنا بنحب نفتكر دايما رقم 3. الأنف بتتكلم بيتكون من 3 أجزاء. الجزء الخلفي ده جزء عظمي، والثلث الاوسط جزء غضروفي، ثلث غضروفي، والثلث الامامي جزء رخوي. حتى الجزء العظمي بيتكون من 3 عظيمات من الجمجمه. والجزء الغضروفي بيتكلم من 3 غضاريف صغيره. والجزء الرخوي ايضا بيتكون من 3 اتجاهات. اذا نظرت للانف من الجنب فهتلاقيها مثلثه، واذا نظرت من اسفل هتلاقيها على هيئه مثلث 3 اضلاع. وكل الانف على بعضها عباره عن منشور ثلاثي قاعدته مثلثه. فالانف ده جزء عجيب بيقع في الثلث الاوسط من الراس، كل شيء فيه يرمز الى رقم 3 ولازم نبص له هذا الرقم. طيب دكتور منير، احنا بنقول انه الانف، بنقول انه في ناس بتبقى عايزه تصغر الانف او تصلح الانف. امتى اقول انا عايزه اجمل انفي او اصلح انفي؟ لانه ساعات يقول لك فينا اوجاك في الانف فائق يعني بشكل طبي مؤثر على النفس مثلا، هو جمالي فقط. بالضبط، هو التدخل الجراحي لعلاج الانف ايا يكون بيكون لكذا لعده اشياء. البدايه التشوهات الخلقيه، لو في تشوه خلقي موجود في الانف، زي على سبيل المثال تشوه موجود في سندام الانف، بنبص نلاقي ارتفاع في هذا الجزء الى اعلى يشبه سندام الجمل، ده تشوه خلقي. ده اسمها مناخير مقوسه اللي بيقولوا عليها، ما اعرفش اسماء كده يعني. بالضبط. ممكن نلاقي برضو تشوه عباره عن انف متضخمه او مفلطحه، مبططه او مرتفعه وهكذا، دي كلها تشوهات خلقيه في الانف لوحدها. لكن ممكن يكون في تشوه خلقي في الانف مصاحب لتشوه خلقي ثاني زي الشفه الارنبيه. بنلاقي ساعات بعض الحالات انقسام في الشفه من اعلى يمتد الى الانف في بعض الاحيان ويعمل تشوه في الانف، يبقى هنا في تشوه في الانف مصاحب للتشوه الموجود في الشفه. دي النوع الاول من التدخلات الجراحيه اللي هي علاج التشوهات الخلقيه. لكن في حاجه ثانيه، اصابات الانف. واحد اصيب في حادث، او واحد اتضرب في حادث، او حصلت له مشكله فحصل كسر معين في الانف، ده يبقى في تدخل ثاني جراحي. الحاجة الثالثة التدخل الجراحي لعلاج وظيفة، زي ما سيادتك قلتي ان في اعوجاج في الحاجز الانفي بيتنفس من جزء ما بيتنفسش من جزء، فيبقى هنا في تدخل جراحي لعلاج هذا الاعوجاج اللي موجود في الانف، يبقى هنا في تدخل وظيفي. في حاجة رابعة اللي هو تدخل لعلاج جزء مفقود من الانف. واحد اصيب في حادث، انقطع جزء من الانف، او في قرحة موجودة في جزء معين من الانف انت شلتيها هترجعي تعوضيها، فيبقى هنا في تدخل تعويضي لجراحات الانف. فيبقى اذا الموضوع طيب قبل ما نخش بقى على يعني احنا دخلنا في الجراحات، لكن بس الاول معانا ايمان من السودان ونكمل موضوعنا. الو ايمان، اتقطع الاتصال. طيب دكتور منير، احنا يعني من حضرتك قلت اللي بيحتاجوا لعمليات التجميل او امتى تدخل الجراحه في الانف؟ السن قد ايه؟ يعني انا النهارده سمعت انه مش قبل 18 سنه نقدر مثلا نصغر الانف او نغير في شكل الانف. هي الحقيقه بنقول ان السن اللي انت قلت عليه بعيد شويه، ما ندخل لعلاج الانف عند مرحله البلوغ. لو انا بعمل جزء تجميل للانف مرحله البلوغ عند سن 13-14 سنه، هنا التدخل مناسب. لكن اذا اصيب شخص بتدخل جراح اصابه مبالغه وعنده 3 سنين، ما انا هتدخل علشان اصلحه. مش هستنى لغايه 18 سنه. مش هيتغير بقى مع مثلا تغير ملامح وكبر ملامح وجهه ما يكبر؟ ده بالعكس يا استاذه، مجرد التدخل المباشر في السن الصغير بيخلي عظيمات الانف تنمو في النمو الطبيعي
لان لو سبتيه هتلاقي كل جزء طالع في اتجاه، التشوه اللي ممكن يحصل مع مرور الوقت بيبقى اصعب وعلاجه اصعب. الحاجه الثانيه، لما يجيش طفل مثلا عنده شفه ارنبيه وتشوه في الانف وعنده لسه مولود حديث الولاده السنه لغايه سن البلوغ، مش ممكن. لازم يتم العلاج بمجرد ولاده الطفل، لكن لو فضل جزء من هذا التشوه محتاج لنمو غضاريف الانف انتظر على مرحله البلوغ. يبقى اذا مفيش قانون للتدخل لعلاج الانف حسب اهميه الحاله بالظبط، انما لو كان تدخل تجميلي من الناحيه الجماليه فبنستنى لغايه سن البلوغ 13 14 سنه. دكتور منير ويليام كبير جراحي التجميل، امتى تقول لمريض انت مش محتاج في التجميل بقى؟ خلاص احنا سيبنا المساله العلاجيه، مساله التجميل اللي بتشغل بال النهارده، وانا يعني حابه افتح الموضوع ده كل الناس من كتر ما شفنا انه دلوقتي الانف بقت مرسومه الحقيقه، بنشوفها يعني كل الناس بقت شكلها بعض، يعني الانف اللي بقت كانت علامات مميزه في الوجوه بقت كلها شبه بعض. امتى تقول لحد انت مش محتاج، ولا تستجيب لاي حد عايز يغير في شكل انفه؟ هو الحقيقه انا سعيد بالسؤال ده، لان الحقيقه انا عايز اقول كلمه في الاول، ان لو جبت اجمل انف واجمل عيون واجمل خدود واجمل شفاه وحطيتيهم في امراه هتطلع اقبح امراه. ده عملوها بالفعل. اذا احنا محتاجين نشوف التناسق المناسب لهذه الانف بالنسبه للوجه. لكن امتى اقول انا الحقيقه السؤال ده مهم جدا جدا، وبالذات في جراحات الانف. نسبه عاليه جدا من مرضى اللي بيشتكوا من اصابات الانف ويكون عندهم بعض الخلل النفسي، نسبه عاليه جدا، وعشان كده في حالات كثيره جدا بيكون في راي مشترك بين الدكتور التجميل والدكتور النفسي، المريض ده هيستفاد من الانف ولا لا، في نسبه عاليه. ولكن اذا كان المريض برضه في حالات ما بقدرش اتدخل جراحيا، على سبيل المثال وعنده التهابات شديده في الجلد، حبوب شباب منتشره او حصف او حاجه زي كده، لازم اعالجها الاول وبعدين اتدخل. اذا كان عنده المنظر الجمالي انا حاسس ان انا مش هفيده فيه، على طول مطلقا بقول لا، ودي كتير بتتقال. لان المساله ان لما يجي لك مريض يقول لك انا عايز انف زي فلان او عايز المنظر الفلاني، وانت حاسه من خبرتك ان مش ممكن تفيديه، فمهما تنصحيه هو ما ينفعش، صعب جدا انك تتدخلي وتعملي عمليه جراحيه، لانه هيرجع بعد كده يطلب الانف الاولانيه اللي هي كانت بتاعته. فالحقيقه لازم يكون الدكتور ليه راي مظبوط جدا، ولازم مش اي مريض يطلب ان احنا ندخل جراحيه نقدر نتدخل، ودي مهمه جدا وبالذات في الانف، وحالات كتير جدا بناخد راي دكتور سيكاتي معانا في شغلنا. امتى المريض فعلا او الفتاه او السيده، وانا بتكلم بشكل بس محدد لان احنا للمراه، بتقول انه لا دي محتاجه جماليا تعمل العمليه، النسبه بتبقى قد ايه يا دكتور؟ او بالنسبه للوجه يعني، هل مثلا كبر المناخير اللي هي الانف بشكل عن حدود او ملامح الوجه ولا ايه؟ هو الحقيقه برضو السؤال ده مهم جدا. يعني انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، دايما بنلاقي ان الانف بتبقى جميله والسيده في بدايه حياتها بيبقى المنظر جميل جدا، ولكن مع تقدم السن بنبص بنلاقي الخدين بيسقطوا، بتبتدي تظهر علامات الزمن، بتبتدي الانف تظهر. يبتدي السيده بالذات بتيجي في وقت محدد يعني بتطلب اصلاحات للانف، وبيكون العلاج في الحاله دي مش اصلاح الانف، بيكون اصلاح جزء من الوجه، الخدين اللي سقطوا او الترهلات اللي حصلت، والانف زي ما هي، وبتقدري تعملي حاجه زي كده والامور تمشي كويس جدا. فمش اي مريض يطلب ان احنا بتدخل علشان نصلح الانف نصلح الانف، لكن هناك حالات في عيوب واضحه بتبقى وتبقى ما فيهاش على الاطلاق، يبقى لابد من التدخل. استاذ عبد الرازق واضح انه يعني بيقول لي انا هو مشاهد رجل معاكم ولازم اسمع، ومعانا على الهواء من السعوديه، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه طيبين. وانت بصحه والسلامه. معلش ممكن اكلم الدكتور بس؟ معاك دكتور منير. الله يكرمك ربنا يخليك. دكتور احنا عملنا عمليه البنت عندها 18 19 سنه، اللي هي عمليه من قدام اللي هي يعني تنزل شويه المناخير شويه لتحت. فعملنا العمليه في مصر، وبعدها بحوالي فتره كده حوالي مثلا شهرين ثلاثه، واللي بدات تورم ترجع تنزل تاني، تروح لورم جنب من مناخيرها تحت عينيها يورم بعدين ينزل. فعايز حضرتك نعرف يعني، احنا بنكلم الدكتور يقول لي ما تمشيش في الشمس، هي ما بتمشيش في الشمس خالص، فمش عارفين يعني ايه السبب ده. نرجع للدكتور تاني ولا يعني ما اعرفش، ممكن حضرتك تعرفنا يعني السبب؟
لا هو واضح طبعا ان هو جراحات الانف بصفه عامه مجرد ما بندخل جراحيا في خلال 10 ايام بيكون اي غرز داخليه في داخل الانف بتسوعها او بنشيلها والمفروض الحاله تستقر، ولكن الانف بتبتدي تظبط نفسها بتاخد لغايه 6 شهور، لكن الصوره الجماليه بتبان في خلال اسبوعين من وقت العمليه. فاذا كان لا زال في مرت فتره زمنيه ولا زالت كدمات موجوده تحت الانف او في عوجات في ناحيه عن ناحيه، فالمفروض انه يرجع للطبيب بتاعه، لان طبعا ده شيء غير طبيعي في حاله من حالات الانف عشان ندخل فيه. المده الزمنيه دي مهمه قوي برضه نعيد عليها تاني، لانه بعض الاطباء في بعض جراحات التجميل يقولوا ان النتيجه مش سريعه في ظهورها، ولكن يجب الانتظار من 3 لـ6 شهور علشان تشوف النتيجه الطبيعيه. وعلى هذا الاساس من الممكن ان السيده تفضل منتظره وهي شايفه ان الانف او اي عمليه تجميليه مش واخده الشكل الحقيقي. لا مش كل حاجه هننتظر فيها من 3 لـ6 شهور، لكن هو المفروض معظم جراحات التجميل في خلال اسبوعين 3 أسابيع لحد اقصى شهر تبقى النتيجه واضحه تماما، بتبقى واضحه. لكن اذا قلنا ان في بعض الورم موجود في الانف على اساس بيتكون من 3 أجزاء، جزء غضروفي وجزء رخوي وجزء عظم، فده ممكن بياخد بعض الوقت، لكن المنظر الجمالي باين من وقت الخروج من العمليه طبعا. هتكلم في نقطه يا دكتور تخص الاطباء اكتر من السيده او الفتاه اللي عايزه تجري عمليه تجميل في انفها تحديدا، بتروح للطبيب وبتقول له انا عايزه اعمل انفي بشكل معين، يوريها صور على الكمبيوتر، يدخله الصور يطلع لها شكل يبقى بدعه. طيب اوكي هنعمل بالشكل ده، بتخرج بتلاقي الانف مختلفه عن الشكل اللي طلبته، فبيبتدي فيه انه لا العمليه مش صح، وان هي دي المفروض بس هي اللي تعمل لها. هل ده بيبقى عدم مصارحه الطبيب للحاله في انها هي دي الانف اللي تصلح لها شكلا، او اللي ممكن الانف تطلع في النهايه بالشكل ده؟ الحقيقه انا سعيد جدا بالسؤال ده قوي. كنا زمان بندخل على الكمبيوتر والكلام ده اكتر من 15 سنه ما بنعملهوش دلوقتي. ليه؟ لانك انت بتعملي صوره جماليا هي حاسه بيها، لكن بعد العمليه بتقول دي مش انا، او الولد بيقول انا مش انا، فده كلام مش مظبوط. لابد انك انت تدخلي، عشان كده انا لسه بقول دلوقتي ان ناخد راي طبيب نفسي. لو انت حسيت المريض بتاعك مهزوز يبقى لازم تعرفي مدى افادته قد ايه. الحاجه الثانيه مفيش حاجه اسمها دخل صوره على الكمبيوتر، انا بطلب الصوره اللي ليها او لحد قريب ليها من العيله اللي هي تحبها علشان اشتغل عليها، لكن انا عمري ما بدخلها على صوره. اشتغل على انف بالشكل اللي هو الفاميليار للعائله دي، لكن مش هي طلبت. طب افرض عايزاها مثلا منحوته وروماني، الحاجات اللي بنسمعها. انا موافق، بس اذا ما كانتش تمشي على الوش مش هعملها. هل كل انف تصلح ان انا اخلق منها انف اخرى، ولا كل انف لها شكل معين يطلع؟ مش كل انف تصلح ان اخلق منها شكل اخرى، ما حصلش هذا الكلام، الكلام ده بعيد عن الطب خالص. احنا بنشوف اقرب منظر جمالي لهذه الانف على هذا الوجه، انما تيجي تقولي لي اديني الانف دي عشان اعملها، ده كلام مش طبي. انا باخد الاقرب منظر جمالي لهذه الانف بغضاريفها وبعظامها وبكل الجزء الرخو بتاعها على هذا الوجه ونحاول ندخله ليها، لكن انا عايز الانف الفلاني. انا اوكي هعمل الانف الفلاني، لكن هي مش هتبقى مقتنعه بنفسها وهتدخل في مرحله من المراحل مش مظبوطه. مفيش دكتور هيحاول انه يدخل نفسه في حاجه زي كده، لكن احنا بنشوف المنظر الملائم، اذا اقتنعت بيه تبقى دي ماشيه معاك في الطريق، اذا ما اقتنعتش بيه بتاخد راي طبيب نفسي تقول هل هذه الجراحه هتفيدها ولا مش هتفيدها، ومعظمهم ما بتفيدهاش ومعظمهم ما بيعملهاش. دكتور منير، هل جراحه الانف او تصغير الانف او تجميل الانف من اول مره، ولا هناك بعض الانواع اللي لازم لها اكتر من مره تدخل جراحي؟ كل حالات الانف تدخل جراحي بالمره واحده الا حاجه واحده. اللي هي لما يكون في فقدان جزء من الانف. فقدان جزء من الانف معناه ان انا في جزء اتفقد من الانف، انا محتاج اعمل له تعويض. بناء يا باخد شريحه من مقدمه الراس ودي اسمها الشريحه الهنديه، يا باخد شريحه من الخدين. ده الغضاريف؟ سواء كان غضروفي او عظمي، انا عندي جزء فقدان كامل من جزء الجلد. انا بعوضه. فهذا الجزء يا باخد شريحه من مقدمه الراس، شريحه جلديه احطها في الانف وبعد مرور حوالي 3 أسابيع لشهر افصلها. دي اسمها الشريحه الهنديه، او باخدها من الخدين دي الشريحه الفرنسيه، او باخدها من الرقبه دي الشريحه الايطاليه. حلو التسميات دي. طب احنا معانا تليفون من المانيا، ما انت ما قلتش رايح من المانيا، بس معانا اتصال من المانيا وناخد الاتصال ونكمل حوارنا. رجاء. الو. الو. اهلا يا رجاء. مساء الخير. مساء النور. كنت عايزه اسال الحقيقه. انا عندي بنتي سنها 15 سنه. ايوه. اتفضلي يا رجاء. هي كانت اتعرضت لحادثة، وقعت على حديدة وهي سنها 11 سنة تقريبا. وعملتوا ايه بعد الحادثة؟
فاتعوجت العظمه، اتعوجت العظمه، وبعدين الدكتور حولني على مستشفى عدلوها. كملي حضرتك يا مدام رجاء وقولي. عدلوا العظمه، لكن طبعا العظمه نافره لفوق. عايزه تعرفي لازم ما تتعملش دلوقتي الا بعد سن 17 او 18 سنه. لا. الحقيقه هي مشكله لها برضو عقده شويه، يعني هي المانيه الجنسيه وكده، وبعدين بتقول يا ماما المنظر مناخير كبيره، هي كبرت شويه فعلا. لا. فممكن اعمل لها العمليه على سن 16، قربت تكمل 16 مثلا. لا لا تتعمل دلوقتي. شكرا مدام رجاء. لا الحاله دي تتعمل دلوقتي. نفس الفكره، فكره السن 18 سنه، وانه لا يصح. يا استاذه دي حادث، معناها ان انا غيرت مراكز النمو اللي موجوده في الانف، فدي لابد كانت انها تتصلح في وقت العمليه. واضح ان التصليح ما كانش كامل او مكتمل او غير متخصص، فلا زال فيها عيب. فالمفروض من وقتها تتصلح، من 11 سنه، احنا دلوقتي 15 سنه، هي بتقول السنه ل 16 سنه، كلام مش مظبوط. التدخل دلوقتي وضبط الانف دلوقتي، لان هي كل ما تسيبها كل ما التشوه الخلقي كل ما يبان، كل ما ملامحه تزيد، كل ما البنت نفسيا تروح مننا. ودي برضو حاجة مهمة، هي نفسيا بيبقى لابد من التدخل الجراحي فورا، دي حالة ما تتسابش، دي إصابة. إصابات الأنف التدخل في الحال، مفيش حاجة اسمها استنى في إصابة أنف. لا ما هي تدخلت وهم عملوا لها البتاع بس طلعت نتيجة تدخل غير سليم. لا يتصلح في وقتها برضو، يعني هي عملت عملية في خلال شهر العملية مش مظبوطة، تكمل عملية ثانية وهكذا، ما تتسابش ثلاث أربع سنين لغاية لما تدخل في كده. يا رب تكوني سمعتي يا مدام رجاء. دكتور منير خلاص الفقرة جريت بسرعة لأن موضوع مهم جدا. هل في حاجة سريعة في ثواني تقولها لكل من يريد أن يجري عملية تصغير أو تجميل لأنف، وتجميل مش بقى علاجي يعني؟ إذا كان هناك تشوه واضح لابد من التدخل الجراحي في السن المناسب لإصلاحه، لكن إذا كانت المسألة مسألة إن أنا بدلع وبعلل فلان وفلان، أنا ما أنصحش أبدا. لأنه هيدخل أو هتدخل في دوامة عمليات متكررة في الأنف. مش هتبتدي. بشكر حضرتك دكتور منير ويليام كبير جراح التجميل، شكرا لحضرتك. سيدتي لسه معاكي، ولكن دلوقتي هنروح لفقره جميله جدا وممتعه جدا ومكلفه جدا، خواتم الماس. استمتعي وتفرجي، ونرجع مره تانية معاكي في فقراتنا. وسيدتي